السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زد. اليوم الحصة تاعنا حسام عوار، ماشي غير من اليوم تفعل الوثائق تاعو. حسام عوار في مدة من أصبح لعاب، يعني لعاب دولي جزائري، يعني من 28 اكتوبر وصلت لهنا الوثائق تاعو وهدرها صح. خلونا ماشي حنايا، احنا ما ماشي حنايا، كيما واحد يكتب لي قال لي علاه بغيت ترد روحك انت، هو يا ودي لا انا غير باش قاوت هذوك لي باطار هذوك، هيا غير بشويه ضربوا الشيتا، يا غير بشويه. ومازال واكد هدر رئيس اتحاد هذه غير حمله برك، هذه باش يشدوا يديهم برك. وما هو راه هدر، هما راهم هضروا معاه، كثر خير منير دبيشي، منير دبيشي كثر خيره هذا مكان. على جابوها مور منير دبيشي بغاو يطردوه، انا على المدرب تاعكم نهار اللي خسر مع راسي مع السويد هذيك، خرج ديرك قالكم ايت النوري وحسام عوار. شكون خاطر على الوثائق كانوا هنا، الجنسيه تاعهم كانت هنايا، كان تغيير الجنسيه الرياضيه، كان كلش هنايا، على بالك كان كلش هنايا. على هذه نقول لكم بلي ودي الناس اللي كانت تهدر ويقول لك كان اللي كان مام لونترينير كان يقول لكم نساوهم، هذو يضحكوا عليكم، هذوك لي باطار تاع اليوتيوب اللي كانوا يعايروا فينا ومنا ومنا ومنا. ايا اليوم ايا اليوم شكون انتم راكم تقولوا عطار عوار راه جاي عوار راه جاي، شكون هما الاعداء؟ مش كنتوا تقولوا لنا احنا كنا نقول لكم يا ودي لازم لعابه، لازم انتوا دايرين لنا اعداء. اليوم شكون هما انتم اعداء ولا شكون؟ نجيبو لكم على نقول لكم باللي من 28 اكتوبر الوثائق تاعهم كانوا هنا، كي ايت النوري كي عوار، هذه غير هكا زادوا فانيك دمروها، هذه مسلسل برك يدمروها هكا، يشد لك يشدوا يديهم، يعرفوا كيفاش يعني يدغدغوكم، يعرفوا كيفاش يدغدغوكم. هذا ما كان مع عوار من 28 اكتوبر، عوار راه من حيت كانت عنده 19 عام يقارئ ليكيب ناسيونال تعيط له، راه من 2019 يقارئ ضغوطات برك، راح لعب ماتش اميكو ريفيزا فرنسا ريفيزا ديشون راه بخطرات، ريفيزا مدرب بطل العالم منتخب بطل العالم راه بخطرات، ضغوطات راح بعد لعب عاود خرج. اللي كانوا يعايروا فيه مش كنتوا تعايروا فيه؟ مش كنتوا تقولوا عجوزه؟ مش كنتوا تقولوا من؟ ولا اليوم ها ولا وين راه؟ عوار راه جاي، شنو تقولوا لنا؟ شنو تقولوا لنا؟ كنتوا تقولوا لنا انتوما اعداء، كنتوا تضحكوا علينا، كنتوا تعايروا في امه، وقاعد يقول لك اخ يا درا عوار عوار راه جاي. حنا قلنا عوار غادي يجي، الناس اللي كانت تكتب لي تقولوا لي يقولوا لي عوار جا عوار راه جاي. يا درا كي دايره؟ الماتش تعاود؟ يا درا الماتش تعاود؟ روحتوا كوب دي موند؟ جبتوا الكحلوتشه الزوجه 2022؟ ما جبتوا والو. خاش ما خدمتوش يا درا جبتو، هيا هنا عوار راه جاي، اي تنوري راه جاي. كاين اللي يقول لك شعيبي، يا شعيبي لازم دخلوها مع شعيبي، ما عنده حتى صله مع المنتخب الفرنسي. شعيبي عيط له نورما، شعيبي هو ما بغاش يعيط له في نوفمبر. شعيبي دروك يشوفوا خاطر علاه المجموعه اللي تتحكم في ليكيب ناسيونال قبلوا له زوج، اي تنوري وعوار. هذا مكان على خرج لكم اي تنوري عوار، خا الجنسيه تاعهم هنايا من هاي لا وين راهي فرونس 24 اللي ما نجموش ما نجمت واحد يكذبها فرونس 24. مشاهدينا والبدايه بالكره العربيه وهذا الخبر الحصري والخاص بفرونس 24، حيث قرر الدوليان الفرنسيان السابقان ريان ايتنوري وحسام عوار تحويل جنسيتهما الرياضيه والالتحاق بصفه رسميه المنتخب الجزائري. الدوليان الفرنسيان السابقان كان قد دخل خلال الاسابيع الماضيه في اتصالات مع رئيس اتحاد كره القدم جهيد زفزاف، وبعدها مع رئيس اتحاديه. انا اللي نقول لكم يا ودي يا جماعه، هذو ولاد الجزائر، وكاين بزاف لعابه باغيين يجوا الجزائر، بصح اشتيا لا المشرف تاعكم حسب الاخبار اللي عندي قال لك راه مضى الكونترا تاعه، حسب الاخبار راه ماشي 100% راه مضى الكونترا تاعه، قال لا راح
راه مضى الكونطرا تاعو قلع راه هذه هي وين حسم رئيس الاتحاد ويا كثر خير منير دبيشي على منير دبيشي ولا يعايروا فيه علاه منير دبيشي متصل بهم وراه عندهم تلت... انا ما قلت لكم انتم كنتوا تكذبوا فينا الحمد لله يا ربي يا ناس هذوك اللي كانوا يكومونتو يعايروا فينا يقولنا عوار جا يا درا شوف لنا مع مو عوار اللي غادي تولي تصفق عليه دير عجار وصفق عليه انتوما تاع اليوتيوب اللي كنتو تعايروا في عوار ديروا عجارات وهضروا ديروا عجارات ديروا عجارات وهضروا على عوار قولوا هدف ممتاز عوار صايي ضربتوا له كي عوار يماركي تقولوا احنا غادي نسكتوا انا والله الصباح كنت نهضر الصباح كنت نهضر مع خالو مع عمر خالو نهضر معاه قلت له انا غادي نسكت قلت له والله ما نجيب قلت له صايي قلت له قال لي على بالي قال لي على بالي غادي يكما صاو شاهد اسيس وشاهد منه شاهد قال لي على بالي نعرفه قال لي نعرفه نعرفه ايا ذاك بوك البنها اللي قال لهم هذا عوار ود هجينا راه جاي عوار صايك عوار راه جاي اياك ما تنبح انبعوه انبعوه غير فما كاع اي بشويه ما تبينوش. وقال التقارير الاعلاميه ان عوار قرر رسميا تغيير جنسيته جنسيته يا عباد الله يا راه من 28 اكتوبر يا راني نعطيكم في الرسميه هنا يا بشير راني جايبها من الاتحاديه ولا جايبها من عند العائله تاعو وزاد هدرها كمال مهدي كمال مهدي تاع القناه اللي هدرتها وانا قلت لك كمال مهدي قلت لك كون تهدر فيها نورمال خات هادو يحوسوا المصلحه تاعهم صابوا الشعب راه داير عليهم يقول لك لا لازم نجيبوا لازم هذا الخطا نعيطوا لهم وانا عطيتكم كاع كيفاش يعيط لهم حتى قبلوا له قبلوا له ليكيب كان اللي يقول لك اوليز كان يقول لك اوليز راه متردد لا اوليز من اللعابه في المنتخب الوطني ما بغاوش يعيطوا له قالوا له ما تعيط لهمش امين قويلي فين قالوا له ما تعيط لهش انا نعطيكم الرسمي شكاين انتم تبالكم بلي راني غير نهدر هكا وهي حقيقه واش راني نقول لكم هي حقيقه واش راني نقول لكم راني نخبر فيكم واش كاين هذه كاين حتى قبلوهم قبلوا زوج قبلوا زوج هذاك شعيبي هذاك شعيبي غادي يجيبه الفيسبوك انا نقول لك انا نقول لكم شعيبي غادي يجيبها الفيسبوك الشعب غادي يجيبها وانا ماذا بيا ان شاء الله بربي اقعدوا تهضروا على شعيبي الناس في الفيسبوك في الفيسبوك اقعدوا تهضروا على شعيبي فتعوا يجيبوه خاطر الا ما وليتوش تهضروا على شعيبي غادي ما يجيبوش اقعدوا تهضروا على شعيبي فتعوا يعيط له خاطر المدرب هذا هذا المشرف مخواف يحوس على المصلحه تاعو غادي يسيب الشعب شعيبي 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 غادي يعيط له والا صاب في الفيسبوك شعيبي ما كانش بزاف ما يعيطلاش يعيط غير زوج انا نقولها لكم راني نقول لكم شتا كاين نعطيكم الرسمي هادو طردوا حتى هارس بالقبله وطردوا راني نقول لكم واش كاين انا نعطيكم واش كاين يا حسره تاع شخصيه قويه وهو بيجيب اللعابه وديروا تربع غاديكا وهو كثر خير الشعب الدعوه دارت قال لهم غادي يفيقوا بينا شديروا هم كاينين زوج وعطاهم واجدي قالوا جيبي زوج اولاز مكاش امين قويري مكاش انا نقول لكم نعطيكم الرسمي شكاين هادو زوج برك والاخرين 2019 والاخرين تاع 2019 هادو زوج والاخرين تاع 2019 نعطيكم الرسمي شكاين كاش كاع جديد هادي باش ندخلكم ليه بلي سانكم كاش جديد كاين دو زوج الحمد لله المهم مليحه ولا يلعبهم ولا يلعبهم ولا يلعبهم ما نعرفش ما تنجمش تعرف ولا يلعب فيهم وما تنجم تعرف الا ما ولاش يلعب فيهم حاجه اخرى انا نقول لكم ولا يلعب فيهم خاطر واحد صورتو واحد تاع العوار اني ما كاش هذاك هو السلسله اللي حاقدين عليه لازم دروك وقارعوا منا المارس ونشوف هي صايب اوفيسيال اوفيسيال تاع مبدئي بصح مازال المشرف مازال ما هدرش معاهم المشرف مازال ما هدرش معاهم نعطيكم لوفيسيال مازال واحد ما هدرش معاه كان يقول لك روحوا تواصلوا يا ودي ما كان والو قاعدين تكذبوا علينا نورمال تكذبوا ما والو وهذه ريا في بلاصتو هذه هي ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجو لنا لي فيديو وديما معكم بجديد ونمشي ابوني معنا وربي يحفظكم خالتي وصحيتو.